أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكرو طنجاوي. والسؤال ديال الحلقة ديالنا ديال اليوم، شنو هي الرياضة إذا زدناها في الألعاب الأولمبية المغرب يجيب ميداليز ديال الذهب؟ خليكم معنا. خاودا اللي غنسقسك، شنو هي الرياضة إذا زدناها في الأولمبياد نديو بها ميداليات؟ السرقة. علاش السرقة زعما؟ بنادم عندنا يدو خفيف في شي حاجة كيلعب. في حوار تا لك هذا الميكرو دابا هنايا هكدا. شوف معنا. يعني الرياضة دابا رياضة السرقة، شنو الميدالية اللي نقدروا نجيبوا بها؟ فوق الذهب الخالص، شي حاجة ديامون ولا شي دراهم بحال هكا. نصور فيها واحد عامل يدو هكا. كيفاش كيفاش؟ رولكس. رولكس كاين واحد الرياضه شمن الرياضه الروندا مساخ الدراري هنا كارطه دماغ كاينيلو يا خاو لا لا هذا عندنا دريم ساخطة واحده الروندا شي الرياضه اللي كتشوف مغاربه واعرين فيها كيجيب لي الله السرقه السرقه على حسب بنادم فهمتي عتفيدنا في قفص طول يا حسب اخر كيتسيب خمسه تبقى تزاد حب بطانيه فهمت ما تحرى فلوشي في فهمتي وكنشكر رشيد رافق بوبراني سام معانا واحد المره 100 درهم بحال الحظ يا خويا ما كتكون ما جايبت قضية جارك كيبقى يشوف فيك اشنو جايب اشنو مدخل عاوتاني الا كنتي خارج مع صاحبك يبقاو يشوفوا فيك اشنو لابس ها باش خارج النميمة الهضرة بزاف شمن شمن مرتبة كتشوف نقدروا نجاوبوا بويا لا الوالة لا حنا هما الوالة تبارك الله علينا فيما داز بنادم نحضيوه منين ما جا نشوفوا فين نحضيوه شنو لابس شنو واكل شنو ما كان يعني الحاضيه هي نقدروا نجيبوا بها ميداليه الذهبيه نجيبوا بها ان شاء الله الميداليه الاولى لا في العالم لا في كل شيء الرياضه اللي تقدر تزيدها في الاولمبياد المغرب يجي ميداليه كنظن ما عرفش النقيل ولا الشطيح 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 كنظن تبارك الله في الشطيح كنظن يمشيو مزيان مثلا التدريب الا بغينا نساعد دون الشطيح مثلا شمن التدريب نبقاو نعدلو او هو دلق لهم الشعبي في الزنقه يعني بقاو يدربوا على الشعبي الشعبي في الشارع وكذا ولا في شي بلاصه يشطحوا مزيان يجيبوا الميداليات واعرين بزاف الحديو اوف بي اي اخينا يحدوا بها الناس اما شي حاجه اخرى ما كنظنش هي العجز يعني الرياضه اللي يقدروا بها الميداليات هي اف بي اي والحاضيه الحاضيه والسلام اما شي حاجه اخرى ما نقدرش نقول علاش الحاضيه علاش الحاضيه بالضبط واحد الشعب حاضي اي حاجه فهمتي وانت دايز هما كيشوفوا فيك شني لابس شني كذا شنو نقول لك الخوه ديالي يعني هذه الرياضه اللي صالحه المغاربه اما شي حاجه اخرى ما كنظنش يا خو شمن مرتبه نقدروا نجيبوا بهذه الرياضه هذه بروميان ما عندكش الشك حنا يا الاولى حنا يا الاولى اخي ديالي شي رياضه اخرى من غير الحاضيه تبركيك تبركيك جو بونس يقدر يدير ايش تبركيك مثلا يجيبوا ميداليه ذهبيه في تبركيك يجيبوا فيها يعني ميداليه الذهب اخويا هنا المغاربه تينعسوا عشير اللي انا عسين هاد الناس هادو فهمتيني في ما مشيتي تلقى بنادم ناعس فهمتيني دخلنا للبحر نعوم ولقينا بنادم ناعس خرجنا بنادم ناعس فهمتيني فطر بنادم ناعس العالم ناعس يعني احسن رياضه رياضه هي النعاس فهمتيني درتي لهم شي لعيبه النعاس بنادم راه يجيب بريمير في النعاس فهمتيني انت البنت غاديه ناعسه العالم ومثلا الا بغى يدرب النعاس شنو خصو يعمل عنده شي بطوله ديال النعاس شنو خصو يعمل عشيري بقى كعارف كل نهار ينوض ينعس فهمتيني دابا حنايا فين النعاس فهمتيني تحيات اخويا واش نقول لك مشيت نعس لا هادشي اللي كاين حنا خوتي غادي نعسوا تصبحوا على خير الله يخليكم المهم الله يعزك تحياتي طنجاوة وحتى انا هنايا كنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم كان معكم ايو جباري تلقاو فيديو جديد وحلقه جديده السلام عليكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد